السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء مال الحرارة ورياح شمالية غربية لما تغلبت الاتجاه خفيفة لمعتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مال الحرارة ورياح شمالية غربية سرعتها 5 كيلومتر في ساعة، درجة الحرارة الحالية 32 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية 15%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح تأثر دولة الكويت بامتداد منخفض جوي مأثر علينا وراح يستمر معنا أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة. الليلة أجواءنا مال الحرارة وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في ساعة. درجات الحرارة المتوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 29 درجة مئوية، المناطق الغربية من دولة الكويت السالمي شقاية قد تصل إلى 25 و 26 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء حارة وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة تنشط على فترات مع فرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة، لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة، وأيضا الحداقة ومرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من 6 أقدام. درجات الحرارة العظمى توقع في مساء الغد مدينة الكويت قد تصل إلى 40 درجة مئوية، زرنا الشمالية وغرب أبو بيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 31 إلى 40 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 12 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان فجر في الساعة 3:42، موعد شروق الشمس في الساعة 5:08، أما غروب الشمس في الساعة 6:23. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله لمساء الغد أجواء حارة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون مائلة للحرارة ليلا مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدل السرعة تنشط على فترات قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في ساعة، تكون مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة، لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة، وأيضا الحداقة تأجيل أي نشاط بحري خلال 24 ساعة القادمة. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 40 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 25 درجة مئوية. ابتداء من يوم السبت تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة رياح الكوس، وتتكاثر السحب تدريجيا وفرصة الأمطار متفرقة ابتداء من يوم الأحد، قد تكون رعدية أحيانا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين متفاوتة ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 26 درجة مئوية. فرص أمطار الخير مستمرة معنا حتى يوم الأحد، ولكن متوقع أنها تقل تدريجيا مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية. ولاحظ أعزائي المشاهدين انخفاض ما دون 4 درجات، قد تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 25 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.